ولهذا يعني أعتقد الثورة اللي صارت على مبارك يمكن تصير مرة ثانية على الإخوان. أنت زعلان إن في ثورة صارت على مبارك؟ لا 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 يعني لا بغض النظر يعني مبارك أصلاً أعلن هو أن هو بعد 4 شهور خلاص هو مسلم السلطة ومنتهي عهده. ولكن يعني أنا بالنسبة لي مبارك بطل من أبطال مصر، ويجب حقيقة يعني حتى نكون منصفين أن هذا الرجل يعني قام بعمل جليل في حرب أكتوبر. قد يكون أخطأ في إدارة شاكيف، فيعني يجوز، لكن الذي يمارس عليه الآن يعني هذا نوع من عمليات الانتقام. هو حضرتك تابعت إزاي؟ أنا عارف إن في ثقافة معينة في الخليج مختلفة، يعني في ما يمكن أن يعرف بثقافة أبوية، يعني إنك أنت تراعي الكبير في السن وما إلى ذلك. شفت إزاي المحاكمات وهو في القفص وفي الزنزانة أمام هيئة محكمة وأمام قضاء؟ يعني إزاي استقبلتها أو إزاي تبعتها؟ أقول لك شيء واحد، خليك صريح معايا. لا يعني خليك أنا شراك رئيس الفرنسي حكم يعني بتهمه كذلك، كبر سنه يعني صار مع وقف التنفيذ، صح ولا لا؟ يعني ومرضه ايضا، هو يعني كبر سنه ومرضه، هو عنده شبه زهايمر كده. زين الرئيس المصري مريض، يعني انا بقول شيء واحد، يعني كلما اطلق صراحه القضاء قدم ايش؟ من يطلب ايش؟ بحبسه مره اخرى. صح ولا؟ يعني كلما خرج انت يحبس على ذمه قضايا اخرى. ايه لا لا احتياطيا يعني على بال ما يتم التعيين. شوف انا اولا حتى يعني تشوف نوعيه الاخوان ومستوى قيمهم، المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاء الى قتله صحابته واهله فاتحا لمكه انحنى على ظهر ايش؟ ناقته، ولما خاطبهم يعني ماذا تظنون اني فاعل ابوكم؟ قالوا ايش؟ اخ كريم وابن اخ كريم، فاطلق ايش؟ اطلق سراحهم، قال اذهبوا فانتم طرقاء. لكن الاخوان حتى تعلم يعني الى اي مدى ليسوا من الاسلام في شيء، لانهم لو كانوا اتوا ويعني اصلحوا ذات البين وسمحوا لمن ايش سمحوا، ومن يثبت انه قتل فعلا يقدم للعداله، شايف؟ اذا حكم عليه القضاء بالادانه حكم عليه بالادانه، واذا حكم عليه بالبراءه حكم عليه بالبراءه. لكن حتى الذي يبريه الان القضاء يقولون سنشكل له محكمه جديده لنحاكمه مره اخرى.